التوزيع الجغرافي في عام 2017، معدل انتشار التهاب الكبد الوبائي هو الأعلى في إقليم غرب المحيط الهادئ لمنظمة الصحة العالمية والمنطقة الإفريقية لمنظمة الصحة العالمية. حيث 6.2 و6.1 على التوالي من السكان البالغين المصابين. وفي إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية وإقليم جنوب شرق آسيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، والمنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية. تبلغ نسبة الإصابة بالعدوى 3.3% و2.0% و1.6% من مجموع السكان، و0.7 من سكان إقليم منظمة الصحة العالمية في الأمريكيتين مصابون.